الحليب الإسرائيلي ضد الحليب الفلسطيني، منو الأحسن؟ اليوم راح نشوف. ومثل ما تشوفون راح نبدي بالحليب الفلسطيني، طبعا اللون مالته أبيض حالة حال باقي الحليب. الريحة مالته واو، الريحة مالته حليب أوكي بس حلوة. خلينا نذوق الطعام مالته نقول بسم الله. أوكي أوي خبل 10 من 10. والحين راح نجرب الحليب الإسرائيلي يا عيال. مثل ما تشوفون اللون مالته أزرق وبيه حبيبات، ما أعرف إذا تشوفونها أو لا، أعتقد طعم النعناع. فقبل لا نجرب الحليب الإسرائيلي يا شباب ويا بنات، أريدكم هسه كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات وتدخلون للقناة، راح تشوفون فيها فيديوهات أسطورية. يلا خلينا نجرب الحليب ونقول بسم الله. أوكي شنو هذا؟ 1 من 10، سيء كلش.